بداية الفيمورال شافت فراكشر كومنست بيحصل ليه باي مودال ديستريبيوشن، يعني بيحصل في سن صغير اقل من 25 سنة ودول بيتعرضوا لهاي انرجي تروما، وبيحصل في سن كبير 65 سنة او اكتر من 65 سنة. كم عين شفتوا فيمورال فراكشر اكتر من 65 سنة؟ نادر جدا 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 انك تشوفه في السن الكبير ده، لان معظم الفراكشرز بتبقى باثولوجيكال وسببها الاوستيوبوروز، فيحصل انتر تروكانتريك، يحصل نيك فراكشر. انما فيمورال فراكشر مينلي بيحصل في السن الصغير، بيتعرض لهاي انرجي تروما، يعني ثلاثينات عشرينات وما الى ذلك. ده الباي مودال ديستريبيوشن ده اللي مكتوب في الكتب، مش صحيحه قوي المعلومه دي. طيب بعد كده بالنسبه للاناتومي، قلنا هي عباره عن لونج تيوبولار بون، لها انتيرور بونج زي ما وصفنا، انهي فيهم سيرفيس كومبريسيف وانهي سيرفيس تنسايل. تنسايل سيرفيس هي اللاترال، والكومبريسيف هي الايه الميديال، لان دي بتعرض لكومبريسيف لودز اللي بتعلى. وكلمنا عن الازمس، الازمس هو ايه؟ والسمولست انترامدلري ديامتر، يعني الازمس بيقع في نص الفيمر تقريبا او ديستال للنص على طول مباشره، اضيق مكان جوه المدله هو ايه الازمس ده. البلاد سبلاي بتاع الفيمر، البلاد سبلاي بيعتمد على نيوترينت ارتري موجود جنب اللينيا اسبرا بوستيريور و الميتافيزيال بلاد سبلاي بدرجه كبيره. والميتافيزيال بلاد سبلاي مسؤول عن ثلثين البلاد سبلاي بتاع الفيمر تقريبا. طيب معنى كده ان لو اتقطع النيوترينت ارتري بره يبقى البروستيال بلاد سبلاي ضعف. طب لو اتقطع البلاد سبلاي اللي جوه المضله كمان معاه، يبقى ده فيه هايست ريتس اوف نون يونيون. عشان كده بنحاول نحافظ على البروستيال بلاد سبلاي وبنتدخل بانترامدلري فيكسيشنز او ما الى ذلك. لو دخلت بريمر او انترامدلري فيكسيشن، مش ده بيبوظ الميتافيزيال بلاد سبلاي؟ بيبوظه، بس بيرجين تاني، بيرجع تاني بعد قد ايه؟ شهرين، شهر ونص. في الوقت ده بيقدر يلحم الكسر بتاعه. طيب ميكانيزم اوف انجري قلنا هاي انرجي تروما مينلي، او باثولوجيك فراكشر او ستريس فراكشر. باثولوجيك فراكشر بيجي فين اكتر مكان؟ سبتروكانتريك اريا. الستريس فراكشر نادر في الفيمر، مش زي النيكوف ذا فيمر، نادر شويه في الفيمر نفسها، ولكن ممكن يجي مع ميتابوليك سندروم زي مثلا الهايبر باراثايروديزم، يجي في الشفت اوف ذا فيمر. كل دول مش هيحمله على رجليهم، اما الستريس فراكشر ممكن يجي لك محمل على رجليه، بيشتكي من بين مع الحركه، مع المشي فتره طويله. الكلينيكال العيان ده لازم تعمله فول تروما سيرفي. ليه؟ ان ده ميجر تروما، في الغالب تعرض لميجر تروما، لازم تشوف جوينت اباف وجوينت بلو. كومن جدا ان يبقى ميزد نيك فراكشر مع فيمورال فراكشر. انت جالك الاشعه كده في الاستقبال فشفت فراكشر في الفيمر، خلاص هو فراكشر في الفيمر. لازم تانكلود جوينت اباف وجوينت بلو وتعمل فول تروما سيرفي بالنسبه للعيان ده. نسبه البلاد لوس مهمه جدا بالنسبه للعيانين دول، لانه ممكن يبقى هيمودايناميكالي انستابل، يفقد 800 سنتي 500 سنتي 1000 2000 وما الى ذلك. فممكن يجي لك لازم تقيس ضغطه، تشوف تشوف النبض بتاعه وما الى والحاجات اللي هي الايه الاي تي ال اس دي. طيب راديوجرافي بتشوف ايه في الراديوجراف او بتطلب راديوجراف ايه؟ جاست انتروبستيرور ولاترال جوينت اباف وجوينت بلو بيكونوا كافيين. عشان تعلق على الفراكشر باتر، بون كواليتي اخبارها ايه؟ هل عنده اوستيوبروتيك؟ هل الكسر ده باثولوجيكال؟ تشوف هل في جزء لوست، في بون لوست ولا لا؟ في كومنيوشن ولا لا في الكسر ده؟ والايرن سوفت تيشو زي ما قلنا قبل كده لو هو اوبن فراكشر، والابسي لاترال انجرز، وما ننساش النيك فراكشرز مع الفيمورال شافت فراكشر. كلاسيفيكيشن، في كلاسيفيكيشنز كتيره، هي مينلي ديسكريبتيف، يعني بتوصف الكومنيوشن البون لوس فيها باترفلاي ولا لا. وعندنا حاجه مهمه جدا اول ما العيان ده يجي لك في الاستقبال، عندنا موضوع مهم جدا وهو الدامج كنترول اورثوبيديك. يعني ايه دامج كنترول اورثوبيديكس؟ اي عيان اتعرض لتروما عاليه، بولي تروماتايزد بيشنت، او تعرض لهاي انرجي تروما، في الغالب بيجي لك بكسر واحد او كذا كسر، او كسر ومعاه انترنال هيموريدج، او كسر ومعاه شيست كونتيوجن او برين انجري. العيان ده خطر. فانت دامج كنترول اورثوبيديك هو موضوع بيهدف الى ايه؟ انك امتى تتدخل في العيان ده، ايه البيست تشانس بالنسبه للعيان ده؟ عيان ده ممكن يدخل فيتحجز في الرعايه، يفضل 3 4 اسابيع لحد ما انت تتدخل.
في الوقت ده عرضته لمخاطر اكبر. انما لو العيان داخل عنده انترنال هيمرج مثلا والجراحه يفتحوا بطنه عشان يشوفوا الكوز بتاع الانترنال هيمرج في الوقت ده اللي هما هيتدخلوا يفتحوا بطنه، في الوقت ده لازم تثبت الكسور بتاعته عشان تقلل المشاكل منها. ففكره الدامج كنترول اورثوبيديك انك تتدخل امتى في العيان بتاعك، خاصه البولي تروماتايزد بيشنت. حتى لو هتعمل بريليمينري فيكسيشن، مجرد اكسترنال فيكسيتورز او حاجه زي كده للكسور اللي عنده، وليتر اون تغيرها للتريتمنت الديفينيتيف بتاعك سواء انترامدولار فيكسيشن او غيره. طيب يبقى التايمينج بتاع التدخل بتاعك مهم جدا بالنسبه لايه، للعيان ده. احنا عندنا لما يجي لك العين في الاستقبال بتحطه على توماس، في حاجه اسمها هير تراكشن بهذا الشكل، اسهل من التوماس، والحلقات بتاعته ما تزنقش في البيوبس وما الى ذلك، ده اثناء نقل العيان.